واضح كان واضح هناك مشروع خارجي، مشروع داخلي مدعوم من جهات خارجيه لديه اجنده ولديه مشروع كبير. اما الشعارات اللي ترفع شعارات تضليل، محاصصه، هو المحاصصه موجوده، يعني هذا المشروع الخارجي يعني تعتقد شنو؟ يعني البعض قال عنه انه هذا مشروع اسرائيل. مشروع شنو؟ مشروع اسرائيلي، هكذا كان يقال في وقت الازمه. يعني معقوله وصلت الامور انه هنا حضرتك شتي توصفه بس انا وصفته. مو انا ما وصفته بالوصف اللي انا اؤمن به. انا ما وصفته، لكنه اقول لك التحالف ما بين السيد الخنجر والسيد الحلبوسي كان برعاية تركيا، وهناك تدخل من دول عربية أيضا لدعم هذا التحالف، وكان هذا واضح جدا. يعني واضح أستاذ حسن، واضح. هسه مو مشكلة، هذا الشيء بس أسألك هذا السؤال. أسألك هذا السؤال، الآن الخنجر والحلبوسي حلفاءكم تتفاوضون معهم لتشكيل الحكومة، شلون؟ نعم، شنو المشكلة؟ هم واقع حال موجودين. الآن مشروعنا هذا مو مشروعهم. الآن هذا مشروعنا مو مشروع خارجي، ما مدعوم من طرف خارجي. الأجندة مالته مختلفة. منهجه مشروعه مختلف. هم واقع الحال موجودين نفسهم. يا أخي ليش مشروع؟ اليوم هذا السلاح تستخدمه مرة شريكك. تقتل به شخص وتكون ظالم. أستاذ حسن. مرة دافع به عن نفسك. أستاذ حسن، ليش تسميه مشروعك؟ وكأنك تطوع الآخرين لمشروعك. هو يجب ان يكون مشروع للقوى السياسيه. لا، مشروعي مو انا كاطار، عفوا عن دكتور نجم. نعم، مشروع مو كاطار. مشروعنا احنا مشروع وطني، مشروع البلد، مشروع العراق. هذا مشروع وطني، مشروعنا. مو ذولا تقولون عليهم عملاء خارجي، ما بي اطراف خارجيه. ذولا تقولون على البارحه وتقولون عليهم عملاء. احنا ما اطلقنا هاي. والديمقراطي تطبيعيين. هسه احنا ما اطلقنا هاي العباره. هسه ما يخالف. هسه احنا ما اطلقنا هاي العباره. ذبها برقبتي. انا ما اقولها. ذبها برقبتي. زين تقبلوهم على عموما الاخوه في الحزب الديمقراطي هم اخواننا وشركائنا وحلفائنا طيله المراحل السابقه. أي. والعمل السياسي فيه تجاذبات كثيره. زين. وفيه مشاكل كثيره، لكن بالنتيجه هم عراقيين، وشركائنا كانوا في المعارضه العراقيه ضد نظام صدام والبعث، وقاتلنا في صف واحد وفي خندق واحد، وقاتلنا داعش في خندق واحد. زين. ويبقون اخواننا وشركائنا في الوطن، وما نسعى الى تهميشهم او اقصاهم ابدا. طيب. بل نسعى الى التفاهم وياهم وان يكونوا هم جزء من الحل في الازمات اللي مر بها البلد.